أستغفر الله. الحمد لله. أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما أقدر إيش أقول عن أمي؟ إيش أقول؟ مهما تكلمت ما بقول شيء. لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمني عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في أي عيد أو مناسبة، أحضنها، تجي العيد أو المناسبة، أمي فيها حسرة أكثر مني، لكن لو سألتكم أنتوا الآن، متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون. متى آخر مرة ضميت أمك؟ الحمد لله. الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم. تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف بي. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد علي. خذ ملايين. ملايينات. تاخذ ملايين. شربت الملايين ما نزل شيء. إيش حتسوي؟ عميل. تروح المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، ايش حتسوي؟ عملية. مستشفى. طيب انا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني. كل 12 يوم. كيف اسوي؟ كل 10 أيام اروح المستشفى؟ عندي أمي الله يعطيها العافية. تخرج اللي بطني بيدها. اللي بطني تخرجه بيدها. من يسوي لك كذا غير امك؟ وانت تفضل زوجتك على امك. الحمد لله. والله تفضل ولدك على امك. تفضل صاحبك على امك. الحمد لله. فين بسوة القلوب هذه؟ ايش؟ الله يرحمنا ويرحمكم. حرمة اللي اتصلت بك عندها. حرمة دقت علي حرمة وكان عندي محاضرة. قالت ابغى اكلم عبد الله، رد عليها خالد صاحبي. قال لها يا امي خالد عبد الله مشغول شوية. قالت له اسألك بالله. قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم أنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت أنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني. قاسية قلوبهم، قاسية قلوب الناس. اتقوا الله، والله ارزم رجلها فالجنة تتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تتجرى على امك وابوك وتبر صاحبك وصديقك. قتلوهم. اي والله قتلوهم. اباء ابناء يقتلوا اباءهم وامهاتهم. قال الشاعر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى
فتدحرج القلب المعفر ادعثر ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الام كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر يا اخي الانسان اللي عنده علاقه مع امه وابوه سيئه من الان انا حجه له عليه من الان يعلن توبه بينه وبين الله ثم اذا قام من المجلس هذا او من امام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجل امه وتوبوا الى الله.